صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا ما زال قوسك سهمه يرمينا. كم يا هلال محرم تشجينا ما زال قوسك سهمه يرمينا. وبه ازدلف الطغاة أمية كي يشفين من الحسين ضغونا. عريان يكسوه الصعيد ملابسا ما نال غسلا ولا تكفينا. في هذه الأيام إذا أقبل المحرم وهل هلاله نشرت الملائكة قميصا بين السماوات والأرض. لمن هذا القميص؟ هذا قميص الحسين. حر قلبي لفاطمة وهي تنظر لهذا القميص. أنا الوالدة والقلب لهفان، ودوي عزبني ويا ما شان أو يا لا على ابن المات عطشان ولعبة عليه الخيل بيدان. اي والله ولعبة عليه الخيل بيدان. انا الوايا يا المذبوح ابنها وطول الدغر ما يبطل حزنها، هي وطول الدغر ما يبطل، والله حزينها في هذه الأيام. أيها الأحبة، أيها الموالون، دعبل يدخل على الإمام الرضا إلى علي بن موسى، إلى الضامن، إلى الرؤوف. الإمام يستبشر بقدوم دعبل، يقول له هل أنشدت شيئا في الحسين؟ فيمر على هذه الأبيات: أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشا
عطشانا بشاط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. السلام على المذبوح من القفا، والسلام على الركاب المحيطة بك يا حسين.